عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم أن تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، ونبدأ حيث جاء سعر في مصنع عز حديد الدخيلة ب 18170 جنيه مصري. أما سعر طن حديد المصريين فقد جاء ب 18080 جنيه مصري. كما سجل سعر حديد بشاي 18075 جنيه مصري. كما سجل سعر حديد الثويسة 18070 جنيه مصري أرض المصنع. كما سجل سعر حديد المصريين نحو 18070 جنيه مصري أيضا. كما سجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيه مصري. كما سجل حديد العشري 18000 جنيه مصري للطن مقابل 19000 الشهر الماضي. كما سجل طن حديد المراكبي 18050 جنيه مصري، وسجل طن حديد مصر ستيل 18000 جنيه مصري. كما سجل سعر حديد الجرحي 18850 جنيه مصري. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فقد سجلت الشركات المختلفة الأسعار التالية في أرض المصنع. سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1210 جنيه مصري. سعر الأسمنت الأبيض العادة 2400 جنيه للطن. سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سينا نحو 2300 جنيه مصري. سعر طن أسمنت الوجه الأبيض الواحة الأبيض نحو 2300 جنيه مصري. سعر طن أسمنت الأفراج المقاوم للملوحة نحو 1200 جنيه مصري. سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1190 جنيه مصري. سعر طن الأسمنت السويدي المقاوم للملوحة نحو 1190 جنيه مصري. سعر طن أسمنت العربية المقاوم للملوحة 1200 جنيه مصري. سعر طن أسمنت سيناء 1100 جنيه مصري 1150 جنيه مصري عفوا. سعر طن أسمنت طورة وحلوان 1125 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 25 مايو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتعملوا بلايك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.